لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد عليبة، رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ أحمد، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. إلى هذه التغطية، هي جمهورية الإنسان، احترام كرامة المصري وقيمة المصري والإنسان بالأساس، إلى أي مدى هذا العنوان يتسق مع ما قامت به مصر من تحركات لعودة المصريين من أفغانستان بهذه السرعة وهذه السرية؟ مساء الخير على حضرتك أولا وعلى السادة المشاهدين. يعني خلينا نقول أنه زي حضرتك ما قلتي، هي فكرة أنه في عدد كبير جدا من الأبعاد لما بيجي نشوف التحرك المصري في هذا الملف. أولا هو ليس التحرك الأول، يعني الحقيقة في تحركات مصرية كثيرة حصلت في أكثر من مكان بتكشف او بتعكس استجابه الدوله المصريه لفكره انه هذا المواطن له كرامه، وانه هذا المواطن يستحق ان تتحرك دولته من اجله، وانه يعني هي فكره انه فعلا يعني هذا المواطن هو جزء من هذه الدوله وجزء من سيادتها وجزء من صورتها. فاحنا شفنا ده حتى على سبيل المثال في حاله ليبيا، لما مصر ثارت للمصريين اللي تم اغتيالهم هناك على يد تنظيم داعش. شفنا ده في أكتر من مناسبة في ملفات أخرى. وبالتالي اللافت في الموضوع الخاص بأفغانستان هي فكرة سرعة الاستجابة، إنه إحنا شايفين العالم كله بتتجه أنظاره إلى مطار كابول، يعني سايبين كل أفغانستان وكل ما يجري في أفغانستان ومستقبل أفغانستان بعد صعود طالبان وعودتها إلى كابول مرة أخرى، وكل العالم الارتباك اللي حاصل شايفين الولايات المتحدة وشايفين القوى الأوروبية، وكل العالم تقريبا بيتكلم على إنه مرتبك في خطة العمل تجاه عملية الإجلاء وإزاي عملية الإجلاء بتتم لمناطق معياش يعني مفيش نقل مباشر، وإنه مفيش يعني قدرة على تشغيل أسطول جو بهذا الشكل للتعامل مع التطورات اللي بتحصل، فضلا عن إنه حتى مسألة الوصول للمطار ومسألة إنه حد يقدر يدخل علشان يقدر يعمل عملية إجلاء لرعايا وقوائمها، يعني قوائم هؤلاء الرعاية عنده من جوه هيقدر يكليك. دي مسائل الناس بتشوف في الآخر بصراحة، يعني المشهد الأخير اللي هي فكرة إن الناس وصلت، الناس نزلت من الطيارة، لكن قبل هذا المشهد الحقيقة بيبقى فيه حاجات كتيرة جدا. صحيح. طيب أستاذ أحمد، يعني هناك كلمة لا يمكن إخفالها، حضرتك تفضلت بذكرها، وإن العالم كله كانت تتجه أنظاره إلى مطار كابول، العالم كله يتابع ويراقب ما يحدث في أفغانستان لحظة بلحظة، ولكن يبدو أن مصر كان لها، وإن صح هذا التعبير، فكر آخر، لها كلمة أخرى متعلقة بمواطنيها المتواجدين في أفغانستان. إلى أي مدى أو مدى سيرسل ذلك من رسائل ربما لهذا العالم المتابع والمراقب بشدة لما يحدث في أفغانستان؟ هو ده سؤال مهم جدا، لأنه إحنا لما بنيجي نشوف الفوضى اللي حصلت في أفغانستان في الأسبوعين اللي فاتوا، محدش كان يقدر يتصور هو ممكن يتعامل مع موقف زي ده إزاي. إنه إحنا بنتكلم مع حالة طارئة وصعبة في الوقت، بنتكلم على منطقة مش عارفين احتمالات الفوضى من العنف لأي مستوى ممكن يوصل لأي حالة، مش عارفين حتى لو في طيارة رايحة هناك دلوقتي مش عارفة هي المفروض هتتعامل مع مين، مين جوه المطار ده، مين هتنزل فين، هتجيب الناس دي. دي مسائل كلها يعني بتحتاج لترتيبات، وأنا أعتقد إنه مسألة إن مصر لم تنتظر حتى تظهر ترتيبات أو تقول والله طب لما الأمور تستقر في أفغانستان نبقى نشوف، يعني تأجل الموضوع أو تطرحها، لا، في الحقيقة إنه مسألة إن يكون في قرار على مستوى يعني يتخذه رئيس الجمهوريه بهذا الشيء، ده معناه ان هذا الملف بيشكل اولويه ان يكون فيه مواطن في دوله فيها تهديد او فيها خطر وهيتعامل معاه بهذا الشكل، ده معناه انه السيد رئيس الجمهوريه معني بهذا الملف من الدرجه الاولى، وانه يعني يقينا ان هو شايف انه يعني حتى لو بنشوف العدد، يعني بنتكلم عن 45 مواطن او عدد، ممكن دول ثانيه تشوف والله طيب ده احنا بنجلي 60,000 وبنجلي 40,000 او 5,000 حتى الاوضاع، ف 45 ده يعني ممكن يكون رقم بالنسبه لدول مش، لا هذا الرقم بالنسبه للدوله المصريه كان رقم مهم جدا حتى لو واحد. هي دي رساله مهمه جدا انه هذا المواطن دولته تحركت من اجله حتى لو كان عدد الناس اللي هناك هو عدد بسيط. الحاجه الثانيه انه واضح كمان فكره ان مصر عندها قدره على ان هي تقدر تعمل ترتيب، يعني تقدر تدخل في وسط مساحه
الفوضى اللي موجودة أو العشوائية اللي موجودة في عملية إجلاء مواطنيها من أفغانستان تقدر تعمل الموضوع ده. أنا أعتقد إنه ده أقدر أسميه بالعمليات الخاصة أو العمليات النوعية اللي مصر نجحت فيها الحقيقة في الفترة الأخيرة إن هي تعملها بهذا الشكل وبهذا الترتيب. فلو بنتكلم على الرسائل فإحنا بنتكلم الرسالة الأولى إنه هذه الدولة يقظة لما يحدث في الإقليم، هذه الدولة تتعامل بمواطنيها وبكرامة مواطنيها على إن هو جزء من كرامتها وصورتها في الخارج، وإنه يعني جزء من أمنها القومي وبالتالي تتحرك لأجل هذا المواطن في كل مكان. إنه هذا الملف إنه حصل نوع من الاستجابة السريعة جدا لمواكبة هذه التطورات، يعني ومهما كانت الكلفة لم يحدث أي تأخر. يعني ممكن كل مسألة دي مكلفة فيها مخاطر، وأنا أعتقد إنه يعني مصر لم تنتظر انه يحصل فيه ترتيبات او تقوله او ترحل الملف او ما الى ذلك. طيب استاذ احمد، بما ان حضرتك تطرقت النقطه المتعلقه بان لو حتى كان مواطن مصري واحد، يمكن كمان احنا تابعنا التصريحات التي خرجت على لسان المصريين الذين تم اجلائهم من افغانستان. كان هناك تصريح لرئيس البعثه او بعثه الازهر الشريف المتواجده في افغانستان، تحدث عن ان الدوله المصريه كانت حريصة على أمنهم وسلامتهم من اللحظات الأولى، أصدرت تعليمات بضرورة التوجه إلى مقر القنصلية المصرية لا يتم تهيئتهم إلى العودة إلى أرض مصر. أنت تعلم جيدا أستاذ أحمد المسافة ربما من كابول إلى القاهرة تستغرق 9 ساعات أو يزيد، ماذا كان يدور في بال المواطنين المصريين في هذا التوقيت من وجهة نظرك؟ فكرة الاستقبال، سواء التأمين حينما وصلوا إلى مطار القاهرة، أتحدث هنا على تأمين المصريين أو حتى على التأمين الصحي الذي كان متواجد في المطار. يعني حضرتك تقريبا قلتي الاستردية اللي حصلت بالضبط. أنا شايف أنه يعني من وجهة نظري المواطن اللي بيبقى موجود في منطقة حصلت فيها كوارث طبيعية أو حصل فيها يعني انفجار لصدام مسلح أو قامت حرب بشكل مفاجئ أو إلى آخره، بيبقى كل همه هي فكرة الخروج من الجحيم. إزاي يخرج؟ يعني شفنا ده لما حصل في حروب الخليج، شفنا طوابير ناس رايحة للمطارات مش عارفة هتلاقي طيارات ولا لأ، مش عارفة توصل للبعثة بتاعتها عشان تقول لها في، لا إحنا اللي حصل هنا مشهد مختلف. البعثة هي اللي بتوجه نداء للناس، هي اللي بتقول لهم، الدولة بتقول لهم اتفضلوا روحوا على مقر البعثة في دي المنطقة الأمنة اللي هتتوجهوا ليها، إنه في طيارة هتيجي في الوقت الفلاني هتقدر تتعامل مع هذا الموقف. فكل دي ترتيبات استباقية للتعامل مع الموضوع. أنا أعتقد إنه ده جزء مهم جدا إحنا لازم نشوفه فيه كيف تتعامل الدولة مع الأزمات، ويعني وازاي بيبقى عندها استجابه سريعه بحيث ان هي تقدر تنجح في تنفيذ المهمه دي في الاخير بشكل فيه يعني قدر من السلاسه وما يبقاش مغامره في نفس الوقت. انا اعتقد انه احنا من الدول اللي نجحت في ده بشكل مباشر. صحيح. يعني لسه في دول حتى يعني مش عارفه حتى تتواصل مع رعاياها في داخل افغانستان في المرحله الحاليه، محدش عارف. احنا شايفين لسه المشهد لسه ضبابي حالة يقين. يعني هو على كل حال الجزء المفرح في هذا الموضوع يمكن من تصريحات المصريين أنهم كانوا على يقين وثقة كاملة أن الدولة المصرية لن تترك أبنائها في أفغانستان، وهو يمكن ما لم يكن أحد يتصور أنه يخطر على بال أحد هذا التحرك السريع تحديدا. على كل حال أستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر.